السلام عليكم ومرحبا بكم معنا. نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. اليوم أمينة بإذن الله وش راح ديري لنا؟ السلام عليكم، مرحبا بكم معنا. اليوم إن شاء الله أنا رايحين نديرو لي سوفلي تاع الطاجين. لي سوفلي تاعنا يلزم منا أمينة المقادير تاع هاد لي سوفلي. واش عندنا؟ عندنا 500 غرام تاع الفارينة، عندنا نص كاس تاع الحليب، ملعقة تاع السكر، ملعقة تاع الخميرة. ومن بعد هاد ثلاث مكونات انا رايحين نخدمو بهم لو لوفا. عندنا خميرة تاع الحلويات، الملح، ملعقة تكون مليحة تاع الزبدة اللي هي 50 غرام، وعندنا الحليب دافي هنا اللي نكملو من بعد نطمو به العجينة بالحليب. الحاجة الاولى واش انا رايحين نديرو؟ عندنا نص كاس تاع الحليب دافي، عندنا ملعقة تاع الاكل تاع خميرة الخبز، وعندنا السكر. نبداو بالسكر. طلعي فوق امينة خصنا واش يبان. عفوا هايلك. بدينا بالسكر هو الاول، قلنا ملعقه، من بعد نديروا له ملعقه تاع الاكل تاع الخميره هايلك، من بعد نديروا نص كاس تاع الحليب دافي هايلك. دوك واش نديروا؟ خلطوها هكا ونخلوها تتفاعل. كي تتفاعل رايحين نجيو نكملوا الوصفه ان شاء الله. دوك حنا في بول هكا قلنا نحطوا 500 غرام تاع الفارينه، نحطوا كيس تاع خميرة الحلويات، ورايحين نحطو الملح منا هايلك. دوك حنا واش رايحين نديرو؟ نخلطو هاد المواد الجافة هاكا مع بعضاهم، من بعد رايحين نجيبو الخميرة اللي كنا حطيناها من قبيل تتفاعل، الحليب دافي مع خميرة الخبز مع السكر، وهي اللي انا رايحين نجمعو بها هاد الفارينة تاعنا هايليك. بعد ما تفعلت لي الخميره هايليك وراهي نحطها في الوسط. شوفي امينه باش نقول لهم برك، البريوش ولا بعد البريوش ولا لي تيبان ولا دائما نوجدوا ان لوفان. كي نوجدوا لو لوفان العجينه تاعنا تنجح خير من بلا لو لوفان. علاش؟ باسكو يعاونوا يطلع بالخف، العجينه تطلع بالخف. هذه هي. دوك حنا واش نديرو؟ نكملو نطمو بالحليب دافي حتى تنطم لنا عجينه طريه هكا. زيدو غير بشويه هكذا اللعشه، حاجه خفيفه ديان. خفيفه دوك الصيف ونمنا وجاي ان شاء الله غير الوصفات الخفيفه. امينه شنو واجب وحده قالت لي مدام دلهم علاش درت البقلاوه وجاتني تتقرمش بزاف. شوفوا يا بنات، الا درتو لي دام فوق القانون وعومتوها بلي دام كي كانت سنيوه، يعني كي تكون سنيوه واجده يعني كملناها وخلاص، وتعوم هي فيها لازم شويه سمن، مي لا عومتوها كلي قليتو هذاك العجين دونك يجيكم يتقرمش. ديروا لها واش لازم لها، ماشي لازم ماشي لازم تزيدوا لها فوق القانون فوالا. سينو العجينه اي كي طيب الوسمو تنشف لهم العجينه بزاف وتعود كل تعود كل قريوش، ميم كيزيدوا لي دم بزياده بزاف. هذه هي، هذه ممكن هذه هي ولا طيبتها ابيتي فو. بقلاوه ما طيبش ابيتي فو، بقلاوه طيب من تحت. شوفوا نعطيكم وقتها اكزاكت، فرنو قديم ولا جديد ولا عندها الساعه في الكوشه، طيب من تحت تبدا تحمر في الجناب، تشعلوا لها من فوق. هذه هي. انا واش ندير دوكا ماما؟ نكمل نطم العجينه تاعي من بعد نعاودو نولو ليهم ان شاء الله. دونك هذه هي، انا فهمتهم مليح على الماء الطفله اللي قالت لي مدام دلهم اللي جاتني العجينه هكذا وكش ما تسحقوا ولا سقسيوني، وانا نجيبكم امينه كي نكونوا نديروا لي فيديو هكذايا نجاوبوا على الاسئله فوالا ان شاء الله. بعد ما نضمت لنا هكا عجينه طريه، دوك واش انا رايحين نديروا؟ رايحين ندخلوا لها الزبده. قلنا ملعقه مليحه تاع الزبده اللي هي 50 غرام، يعني اللي عنده الميزان يوزن 50 غرام، ندخل الزبده مليح في العجين هكا بهذه الطريقه. اللي عنده البيتخا يبلاسي الكروشي ويدخل الزبده مليح في لو بيتخا حتى تحصلوا على عجينه طريه. انا ندخل الزبده تاعي مليح ونعاود نولي ليكم. هاي العجينه تاعنا بعد ما دخلنا لها الزبده تحصلنا على يعني وجه يكون شباب وطري. واش درنا؟ غلفناها بلو بابي فين، دوكا نحطوا لها طرشون نقي في مضرب دافي بعد ما تخمر ان شاء الله. انا رايحين نعاود نولو ليكم هايليك. بعد ما خمرت لنا العجينه بسم الله، واش نديرو؟ نحبطو لها كامل الخميره حتى كيما راهي، نفرغها بسم الله. ولا
ونبدا نخدم. بسم الله عليك. بهذه الطريقه يعني كامل الحربوش تاعنا نسيو نديرو كريات يكونوا قد بعضاهم، يعني اللي عنده الخاطر ويحب يوزن يوزن، سينو هانكم هي ميزانكم هكا. ليك نخدم كرات بهذه الطريقه ونسيو نديرهم كامل قد بعضاهم بهذه الطريقه. هاي ليك، انا هنايا عندي تكتوكه كيفاش درت البصله الخضراء، حبيبات تاع الفلفل الخضر خلطته مع الاحمر، وحبيبات تاع الطوماطيش درت لهم سنينات تاع الثوم قليتهم في الزيت، دوزنتهم شويه ملح شويه تاع العكري وخليتهم طابو يعني مع بعضاهم حتى تحصلت على هاد التكتوكه. بالنسبه هنا لافارس كل واحد واش عنده، يعني كل واحد يدير واش يحب. انا مع لافارس انا رايحه نزيد لو فرماج بلون. هاي ديك العجينه تاعي كيفاش دوك نحلها بهذه الطريقه. هنا راني نخدم بلو بابي كويسون باش تسهل عليا الخدمه. نحل لاباط تاعي رقيقه رقيقه بهذه الطريقه، باسكو حنا على بالنا بلي لاباط فيها الخميره تاع الخبز، تسمى رايحه تزيد تخمر في الطاجين. هاي ليك دوكا نص اليمنى راح نديرلو تكتوكا نمشيها بهذه الطريقه، ما تعملوش بزاف باش ما تخرج لكمش. هاي ليك انا عندي فرماج بورسيون هنايا، دير هكا قطعو قطع صغيرة غير بيدي هكا بهذه الطريقة. يعني عندو فرماج غابي ولا يعني يديرو أي نوع تاع الفرماج. هنا حد ساعة رانا نديرو في تيب توب هايل ما شاء الله، عندو بنتو هايلة وطري. هاي كلها دوكا واش ندير، نجيب النص لاخر هاكا بهذه الطريقة ونغلق على شكل سوفلي. هاي لك نغلق الجوانب هكا بهاد الطريقة، من بعد نعمل هاديك شغل كيتفيرة تاع صبعتين، نغلقو مليح باش ما يتفتح مناش كامل في الطاجين، يعني نطيبوه وحنا مرتاحين هكا. شغل نقرصوهم صبع دور وصبع تقرص راح يجينا بهذا الشكل. انا الطاجين تاعي راهو فوق الفرن راني نسخن فيه، دوك نوريكم الطريقه كيفاش نرفدو باش نحطوها فوق الطاجين. هاو ليك الطاجين سخون، نرفد بهذه الطريقه هكا بالبابي كويسا. بسم الله نقلب الطاجين بهذه الطريقه، نخلو الحبه تاعنا طيب من الوجه الاول، من بعد راح نقلبوها للوجه الثاني. هاي ليك بعد ما حمرت لي للوجه الاول، انا واش درت بيكيتها من الفوق بالكوردون باش نخليها تتنفس، دوكا نقلبوها للوجه الاخر ها هي ونخلوها طيب. امينه راهي كملت لي سوفلي، يعطيك الصحه امينه. نسلمك، هاملي كيفاش جاونا، جاو خفاف ما شاء الله. كيما نقولوا وجبه تاع الصيف. عشا خفيف هذه هي بها الحوال كيما قلت ان شاء الله. نتمنى الوصفه تاع نهار اليوم تكون عجبتهم بربي ان شاء الله، يجربوها يعني سهله وبسيطه، ماما بالنسبه للبنات الصغار دوك لي فان يقدروا هما يديروهم، يقدروا يجربوها كوصفات تكون خفيفه ان شاء الله. نلتقي في وصفات اخرى باذن الله باذن الله. دونك نقول لهم الى الملتقى ان شاء الله.